البريم اللي فات عرف مشاركه مجموعه من الفنانين المغاربه من بينهم البيك. فرصه بحال هذه ما يمكنش لرشيد وهشام يضيعوها. في الوقت اللي البيك حضر للتدريب رشيد طلق ليه ديسك ماشي ديالو. شوفوا معنا رده الفعل البيك. أشريف أش داكشي؟ داكشي هو السيدي ماشي ديالي. وي ولكن هادشي عطاوني أشريف. عاود شوف راه ماشي هو داك السيدي عطيتك. السيدي شير عاود عطينا هذاك السيدي. 3 2 1 باص البالون زمشوني ديال الفرقه كيف ما كان اللون حمرا ولا خضرا هاي ومخلي البيسيس مارك علينا واخا الاربيط قالوا ورقه صفرا جمهور هذا صدوا لنا بالصفرا بحال الهوري كان صدري غير بلاتي. واش البيك مع شي ناس كيغنيو معاه دابا؟ لا ولكن واش البيك جايب معاه شي ناس كيغنيو معاه؟ راه كاين بوحدي راه فين هما الناس اللي كيغنيو؟ ما كاينش كورال ما كاينش. شوف طلق لي شوف طلق لي السيدي ديالو داك ديال اللي يد الحنه واخويا واش شريف كدوي معانا؟ نعم اشريف امول الصفر راه كنسمعك صافي هدوي واشنو دابا هنا ديسك عندك؟ الديسك هو السيدي اللي كرافينا قبيله سيدي بيض اش من سيدي راه لقيت عندي واحد هو هذا ديال الكره شو عندو ما هذيك اللي اش من سيدي واش دابا واش ما كاين سيدي لا ورشه التخربيق هذا راه سي با بروفيسيونيل هادشي خويا لا بروفيسيوناليزم دوشي على البروفيسيوناليزم اصلا ماشي بروفيسيونيل راه ما بقى تقول لي دو على البروفيسيوناليزم راه قلب السيدي اللي عطاك بعدا وديك ساجدوي معايا انت اصلا ما عندكش شي علاقه بالموسيقى بعدا باش تقول لي بروفيسيوناليزم ولا انت تعرف شكون هما الجروبات اللي كاينين وديك ساجدوي معايا بروفيسيوناليزم اسمح لي يا خويا ايوا هكاك اسمح لي شكون هو السيد اللي تكلف باش عطاه السيدي شكون هو وعطاوني جربت السيدي الاول لقيتو ديالنا جات حتى بوت السيدي الثاني ديال من ياك هو واحد سيدي معروف نقول خربقوه هنا ولا سي بيك خويا العزيز عليا شاركتي معنا في الكاميرا الخفيه الله يحفظك ليا هذا كان هذا المره شديت هنا مريقل مريقل